طالب؟ شلون؟ شلون؟ هاي سهلة شغلتي يجوز، اكو صفوف اصلا بدون سقف. يلا شلون اني انجح التعليم؟ مو يعني فشلتوه للتعليم، يعني الطب مثلا يطبني المشرف او المشرفة اخوتي هم كلهم على راسي. يطالب بوسائل ويطالب بجروبات نظام ادري دخيل الله الجروب ايش قد اخليه 12 طالب الجروب؟ يعني انت من تطالبني بطريقه تدريس ناجحه يعني انا هم طالبك بصف راسه حظ الحر يقتلهم الحر يقتلهم انا اشرح وهن ملتهيات من جوا اللي جوا يهفن يخاف انا باع لهن تهفي ظل تهفي الطالبه خطيه قاعده اربعه بالرحله ولك مكسوره الركبه حضرتك درستي بهيجي مدرسه لما نقول لك شيء دنا مدارس جنابك تقول الميزانيه ما تسمح زين الميزانيه ما تسمح لا عاد شو سمحت بمدارس اهليه مدارس اهليه طيحتوا حظ التعليم من مدارس الاهليه زين اني يجيبوا لي طلاب حالتهم منتهيه يعني قرايبنا منا يجيبوا لي طلاب حالتهم منتهيه واصل بصف ثالث ابتدائي ما يعرف حرف يقرا بالانجليزي اقول لها يما وين كان ابنك؟ تقول لي والله كان بمدرسه اهليه والله عمي طيحتوا حظه للتعليم طيحتوا حظه للتعليم كافي عاد ولو كافي عاد امانه الله توصل هاي حجايتي الى العادل عبد المهدي رئيس الوزراء رئيس منو؟ ما اعرف يمكن هو رئيس العراق لو غير شيء والله ما ادري انا متوهمه عود انتم بلكي تعرفون والله تدمرنا اني اطلع من الصف جنازه اطلع من الصف هو الدرس كله تقريبا 40 دقيقه قعدي سكتي انتبهي ست هاي طقتني هاي ضربتني ست اني حرانه ست عطشانه ست جوعانه ست راحت روح والله العظيم اني هذا الشهر العاشر الله شاهد علي ثلاث حالات اغماء عندي بالصف اغماء اي ما تقولوا له شلون ندرس وش ماله يحجون على المعلم طبعا هو عادل عبد المهدي من كان قبل ما اعرف شنو مسؤول شو يقول المعلم المفروض اربع اشهر هو قاعد بالبيت ما يصير نطي راتب هاي قبل لا يصعد قبل لا يصعد حجاية لتعال شوف حالي اخوتي المعلمين والمعلمات ايش دا يصير بينا والقران ناقف بالصف ما ادري يعني انا خوف اكو بنات القاعدات ورا والله لو اشوفها بالساحه ما اعرف هي طالبتي لو لا حرام حافظه هاي اللي اول تطرح التين ثلاثه والباقي عبالك مو طلابي يا مش مجبوره لا يقول ارجعوا للدوام عادي ها هي ظهرت وافتهمنا لا والله ما حزرت ما نرجع للدوام والله ما ارجع للدوام وحال مدرستي هذا الا تشوفون صوره حل من هالبكتوهن طلعوا خمس بدون كم مدرسه مناعين من البكتوهن خمس طلعونا كم مدرسه بنونا احسنتي اي والله على قولت اخويا يجوز الدولة تنطنطن بالخمس اللي باقوا يلا انتم مؤمنين مو انتم مرابنا خمسوا فلوس الباق مالتكم اعطونا اياها عاد يسقط كل فاسد زمن السكوت انتهى بعد ما نرجع لبيوتنا الا تتحقق مطالبنا والله لو مو تقيل لك وزيرين والله لو مو تغير لك نائبين قلع شايفين اللي يريد يشلع نبته من القاع هيك قلع نقلعكم ان شاء الله احسنتي بارك الله فيك احسنتي شكرا جزيلا ما قالته عن